يسعد اوقاتكم يا حلوين، شو اخباركم؟ كل شي تمام؟ على طلبكم بدكم اغنية شو اسمها كان هاي؟ كان عنا طاحون، والله نسيت شو بدي اعطيكم. ايه قد ما طلبتوها كان عنا طاحون، ما في دروس، ما حدا منزلها على اليوتيوب، ما حدا عم يعلمكم اياها، فانا حبيت اليوم نزلها. طبعا مثل العادة بالايد اليمين وبايد اليسار وفصل حواس ومع الكوردات تبعها. رح ارجع عيد هالموضوع، انه لما انا عم بعطي تعليم اغاني مع كورداتها، هي تدريب لإلكن لحتى تنفذوا هالموضوع على كل شي في اغاني مطلعينها انتو بايد اليمين او عن طريق السمع بس. فبتدربوا حالكن هيك بهالطريقة، كيف بتعملوا الكوردات، كيف بتشتغلوها، وبنفس الوقت تتحمسوا اكتر على الشغل وعلى تتعبوا حالكن بفصل الحواس. فهلا رح اعطيكن الاغنية، بتمنى تعجبكم، يكون الدرس سهل وسلس مثل العادة. وأي سؤال، أي شيء بقلب التعليقات تكرم عيونكم. برجع بكرر وبعيد، ما حدا يسألني عن أنواع أورجات أو عن شيء، لأنه صراحة سؤال كتير متشعب وطويل وعريض، لأنه في أسعار للأورجات وفي موديلات وفي أنواع، فكتير بتعب لما بدي أقعد جاوب أي حدا، كتير مزعج يعني هذا السؤال صار بالنسبة لي. بس مشان ما حدا يسألني هذا السؤال، كل شيء له علاقة بالموسيقى من عيني هي قبل عيني هي بجاوبكم عليه. بس بموضوع الأورجات، أنا ماني تاجر أورجات، لأنه ما بقدر أنصح حدا شيء نصيحة بكرة وياكل ضرب يقولوا ها وليد نصحنا بهذا الأورج أو بهالشغلة. هي هي كل الفكرة. وهلأ خلونا ننطلق فورا على الأورج ويلا بينا. فإذا رح نبلش هلأ الأغنية، رح ناخدها هي مثل ما قلت لكم من مينور دو، يعني انها وند الدو اللي فيه ثلاث علامات تحويل، المي بيمول، لا بيمول، والسي بيمول. هذا مينور دو. منح بلش اول شيء بالايد اليمين المقدمة الموسيقية تبعها، بعدين بنزلكم الكورد، بعدين مع فصل حواس مثل العادة يعني. طبعا فينا نشتغلها بطريقة تانية، نضرب فيها كوردات ثنائية مثل هدول، مثل هلأ رح تشوفون قدامكم. لاحظتوا معي كتير حلوين هاي، يعني بتعطي مثل تنويع للحن وهارموني يعني. هلا رح ننزل مع الكوردات. كتير بسيطين. هلا رح نشتغل الكوردات مع فصل الحواس. طبعا اذا بدنا نعمل فيها مثل لعب بالايد اليمين تنويع مع اللحن هيك بتصير. لاحظتوا معي، هو اللحن بيضل نفسه طبعا، بس انتو بتكون في طريقة للعب يعني، كمان فيكم تستفيدوا من هذا الموضوع. بدي يجي يوم طبعا اشرح لكم شو طريقة كيف واحد بيقدر يغير باللحن تبع او يلعب على اللحن او يشتغل مثل حركات سريعة مثل الحركات اللي انا عم بشتغلها. رح اعطيه درس كامل على هالموضوع، كيف بدنا نلون باللحن او نعطيه تألفات حلوة او حركات جديدة. هلأ رح نجي للحن الكلام. هلأ رح ننزل مع الكوردات.
سهلين كتير بسيطين. هلا راح اشتغل اللحن بالايد اليمين واليسار فصل حواس مع الكوردات، وبالايد اليمين راح اعمل مثل تلوين للحن راح العب فيه بسرعة. خلص اللحن تبع الكلام الجزء الأول، هلأ رح نصير بالجزء الثاني من الكلام عند يا سهر الليالي. هلأ هون خلصت، بعدين ترجع للأول. وهي هي كل الغنية اللي أنا بترجع بتنعاد. هلأ رح ننزل الكوردات تبعها. يا سهر الليالي خلصت الكوردات، وهيك بنكون خلصنا هلا الكوردات. هلا بقى رح اشتغلكم فصل الحواس مع الكوردات، وبالايد اليمين رح اعطيكم اللحن كمان ولون فيه، اشتغلوا على السريع يعني. آخر الكورد هون اجا مشان ما تعرفوا، بس انا طلعت فيه هيك. بنرجع من اول جديد. وهي كل الاغنية. ان شاء الله يكون درس سهل وكان بسيط وكل شي واضح قدامكم. برجع بعيد وبكرر، اي سؤال بتسألوني اياه تكرم عيونكم رح جاوب عليكم بالتعليقات. بتمنى منكم لا تبخلوا بالتعليقات ولا باللايك ولا بالشير، ولا تعزموا رفقاتكم على القناة، وركزوا على شغلة كتير مهمة، الجرس. فعلوا الجرس مشان يوصلكم كل جديد. وتحياتي لكم ويعطيكم الف عافية، اتمنى لكم التوفيق دائما. باي باي.